الكرة عموما. كرة ملعوبة ناحية اليمين للفريق الشعلاوي، توصل على كعبي، تعدي بالراس، تعدي للجهة الأخرى، عبد العزيز عبد السلام يلم، عبد العزيز يعلي، كرة خطرة، جول 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 جول، برافو جول، هدف حلو، خطأ دفاعي والعتاب الموجود، ولكن الرأسية أتت، برافو من هذا اللاعب، من تسعة من عبد الرحمن العجلان، تدخل رائع من المنطقة المهمة يا عبد الله يا معيوف، يسجل الشعلة يا محمد صلاح، هدفه الأول. لا زالت الأخطاء الدفاعية الفاضحة جدا للفريق الأهلاوي واضحة جدا من العمق، شوف المعاناة، فعلا المعاناة، شوف يعني أكثر مشاكل الأهلي من هذه المنطقة، أكثر خسائر الأهلي من العمق، من الدفاع، من الدفاع. لاحظ الهدف بارتقاء عالي جدا بعدم رقابة، المعيوف لا يتحمل أبدا، لا لا عبد الله ما له دخل فيها، يسأل إجفين وبالمين.